بسم الله الرحمن الرحيم. المحامون الزملاء الأجلاء، في هذه الإطلالة نقوم بالحديث عن الأدلة في الدعوة الجنائية. وفي الحقيقة الحديث سيكون مزاوجة بين العامية والفصحى، والأمر فيه عشان خاطر نحاول نبسط ونحاول نوصل لبعض على أكبر درجة ممكنة من الوصول في تحقيق الغاية وتوصيل المعلومة. الأدلة في المواد الجنائية عموما بتنقسم الأدلة دايما إلى الدليل إما أن يكون قوليا أو ماديا أو فنيا. ده حصر الأدلة. أدلة حصرا هي الثلاث أنواع من أنواع الأدلة هكذا. نقول ايه مقصود بالاثبات، لان هو ده ما يتعلق بالاثبات والاسناد في الدعوه الجنائيه. لان احنا لما نيجي نقول الدعوه الجنائيه نقول ان الدعوه الجنائيه فيها التكييف، وهو ما يرد في امر الاحاله المحال به المتهم وفق نصوص ووصف النيابه العامه للاتهام. ثم بعد ذلك تقوم النيابه العامه بوضع قائمه الثبوت اللي هي ادله الاسناد في الدعوه، أو أدلة الثبوت اللي هي بتثبت التهمة قبل المتهم المحال لمحاكمته. كيف يتم تناول هذه الأدلة؟ في الحقيقة أنا يعني حاولت أن أنا بقدر الإمكان لما طلبت للحديث في هذا الأمر قلت مش عايز نكون إحنا نمطيين، يعني أن إحنا نمسك الدليل ونشرحه شرح نظري، لأن أنا ممكن أقول لك أو نقول حيل على الكتب وما ورد فيها، ونقول لك المصادر بتاعة المعلومة فين وتجيبها، لأن القراءة النظرية خلاص بقى بالنسبة للمحامي أصبح أمر قد تشبع منه، ولكن لا يتم التشبع طبعا من القراءة دائما. لا، إحنا بقى عايزين ندخل في المرحلة العملية اللي يعقبها التشبع بالقراءة برضو من أجل المرحلة العملية والوصول إليها، لأن وجودك في المحكمة طبعا هو ده الامر بقى بالنسبه للاداء وبالنسبه لتناول الدعوه وبالنسبه لكيفيه شرح هذه الادله اثباتا او نفيا قبل المتهم اللي انت بتترافع عنه. فاحنا عايزين نقول ازاي انا هتناول هذه الادله، يعني كيفيه تناول هذه الادله. الاثبات في المواد الجنائيه وهو المتعلق بصحه الاسناد في الدعوه الجنائيه طبعا، هو مثلا في تعريف لأستاذنا الأستاذ الدكتور محمود مصطفى لما قال المقصود بالإثبات في المواد الجنائية هو إقامة الدليل على ثبوت حدوث الواقعة أو نفيها، وإقامة الدليل على صحة إسنادها للمتهم أو نفيها. يعني إما صحة الثبوت بالنسبة للواقعة نفسها أو نفي هذا الثبوت، يعني الواقعة مش موجودة، أو بالنسبة بقى للإسناد هنتكلم في صحة إسنادها للمتهم زي ما قلنا بقى بالنسبة للأدلة، أو نفي هذا الإسناد، يعني إذا صحة، ولذلك بندفع بنقول إيه؟ عدم صحة إسناد التهمة للمتهم، وأنا حاضر عنه أنت بتقول كده. طب ليه بقى؟ هنقول بقى أحد الأدلة النهاردة اللي هي موضوع الحلقة الأولى النهاردة في الأدلة، هنقول هنتكلم عن الدليل الفني. طبعا الدليل الفني هتلاقيه موجود في قانون الإجراءات الجنائية منظمة المواد من 85 إلى 89 إجراءات جنائية. الأدلة في المواد الجنائية طبعا فيها أحكام كتير، لها قواعد كتير، هنتناول منها الجزء العملي، وهقولك أنت المفروض تتابع هذه المواد وما أتى عليها من نصوص أحكام النقض اللي تكلمت تفصيلا في هذه الأدلة من مدى إبدائها، مدى التزام المحكمة بإجابة الطلب فيها، متى يكون الطلب في الاستدعاء أهل الخبرة أمام المحكمة طلبا جوهريا، هل المحكمة ملزمة بهذا الطلب أم لا، كل ده هتلاقيه موجود. هل المحكمة تستطيع أن تقطع بما لم يأتي به تقرير الخبير؟ هتلاقي ده موجود. هتلاقي في أحكام بتقولك أن المحكمة تستطيع أن تقطع بما لم يأتي به تقرير الخبراء، يعني بمثل يعني هنقول الامثله دي في حينها، يعني وان ذكرنا هذه المساله فهنقول المساله المحكمه هي الخبير الاعلى، دي القاعده المعروفه في احكامنا واحكام النقض، المحكمه هي الخبير الاعلى لانها لها مطلق السلطان على الدليل الفني كاي من الادله المثبته في قائمه الثبوت والموجوده في الدعوه، هي لها
سلطة تقدير هذا الدليل. فاحنا بنقول المحكمة في مقام سلطتها لتقدير الدليل لها أن تجزئ هذا الدليل، تأخذ منه جزء وتطرح جزء، لها أن تأخذ الدليل كاملا وتعول عليه، لها أن تطرح هذا الدليل كاملا. ده كقاعدة عامة لابد أن أي منا ومن المحامين يكون متفق عليها ويكون يعلم بهذا الأمر جيدا، وده بمطالعة طبعا أحكام محكمتنا العليا وهي أحكام النقض اللي تناولت هذه الأمور باستفاضة وغنية بالشروح فيها. طبعا هتجدوا ضلتكم في هذه المسألة من خلال متابعة أحكام النقض وما ورد فيها. الأمر طبعا بالنسبة للدليل الفني احنا بنقول المسألة بالنسبة لهذه الحلقات احنا حاولنا نقول ايه، نقول ان في دفع تم ابداؤه في احد في احدى القضايا. هذا الدفع تعلق بدليل من الأدلة، نقول بأننا قمنا بإبداء هذا الدفع في إحدى القضايا العملية. يعني نجيب الجانب العملي، وزي ما احنا بنشرح نظري كده بنقول لك المصادر فين بالنسبة للموضوع اللي بنتكلم فيه، وبعد كده بنقول عمليا ايه الأمر بالنسبة له. عمليا هو الأمر بالنسبة لهذا الدليل هو في أحد الدفوع بالنسبة لتقرير الطب الشرعي، من حيث ان احنا دفعنا ببطلان هذا التقرير، تقرير الطب الشرعي قلنا هذا التقرير اصابه العوار والبطلان لمخالفة الاصول الفنية المتبعة بالنسبة للتقرير. بمعنى ايه؟ ان احنا تناولنا احد التقارير في احدى قضايا العاهة المستديمة، وجدنا التقرير بيتكلم على ان في كسر حصل في عظمة القعبرة، وهي العظمة هذه المتصلة بالرزغ والواردة بهذا الحجم، هذه هي عظمة القعبرة، اتصال الرزغ بالساعد. هذه العظمة حينما قيل بان هناك كسر، واورى الطبيب المعالج بان هذا الكسر حدث نتيجة لضرب المجني عليها من المتهم بعصا عليها، والعصا فعلا كأداة تحدث هذا الكسر إن تم الضرب بقوة عليه، وجدنا أنه إذا ما تم هذا الكسر بهذا الشكل، قال السيد الطبيب الشرعي بعد العرض عليه، لأنه قامت المجني عليها بالعرض عليها مع الأوراق الطبية المبدئية التي كانت قد تعالجت على أساسها، أثبت في التقارير المقدمة للسيد الطبيب الشرعي أن الإصابة ثابتة، وكما جاء بمذكرة النيابة في هذه الدعوة بأن الإصابة الموجودة في التقرير الطب الشرعي هل تحدث وفق التصوير الوارد بالأوراق طبعا كما يرد بمذكرة النيابة دائما، وهل تتفق مع زمن المعاصر لتاريخ الوقعة أم لا. طبعا الجزء الأولاني قيل بأن الإصابة تحدث من مثل التعدي المروي عنه أو الحادث للمجني عليها، هذا تم. طيب الجزء الثاني المهم هو توقيت الوقعة، قال وتحدث، قطع تقرير الطب الشرعي في هذه الحالة بأن الإصابة تحدث في توقيت معاصر لتوقيت حدوث الوقعة. يعني إذن هذا التقرير جاء على هذا النحو زي ما احنا بنقول قفل القضية بالنسبة لك، يعني جاي بيقول ان تحدث الإصابة بالتوصيف الظاهر ثم كمان توقيتها يحدث على مثل هذا التوصيف. طيب إذا ما قلنا بالنسبة للتقرير وتناولناه، ما سبيل المحامي لبحث مثل هذا التقرير؟ انت المفروض بيبقى عندك كتب للطب الشرعي طبعا، لان احنا قلنا ان المحامي ده موسوعي، لابد لانك هتجد ضلتك في مثل هذه الامور، ليس ضلتك مثلا هتلاقيها في الاحكام احيانا، ولا ضلتك هتلاقيها في نصوص المواد القانون، لكن ممكن تلاقيها في شتى العلوم المختلفة. وطبعا علم الطب الشرعي بما انه بيرتبط عندنا بالنسبة لجرائم التعدي على النفس هو أساس طبعا العلوم الطبية التي لابد أن يطلع المحامي عليها ويكون لديه من الاطلاع ما يمكنه من تفنيد هذه التقارير عند مناقشتها، سواء ناقش الطبيب الشرعي أو قام بشرح الموضوع للمحكمة مثلا والتوضيح لها بأن هناك عوار أصاب البطلان. هذه القضية ظلت حوالي سنة قبل 2015 تؤجل لحضور الطبيب الشرعي للمناقشة،
ولكن المحكمة جاءت في إحدى الجلسات بعد هذه السنة وقالت لابد من المرافعة. طبعا انتوا عارفين التعديلات الإجرائية اللي أتت في 2015 وضعت الدليل كامل في يد المحكمة، قال لازم تترافع. فاحنا كل اللي عملناه ان احنا قمنا ببحث كامل وشافي من تقارير في كتب الطب الشرعي من سنة 1925 اللي هو اول كتاب صدر هنا في الطب الشرعي في مصر، الكتاب المعرب اللي صدر اثناء المحاكم المختلطة، الى تقارير طبية شرعية صدرت في 2007، كتب طب شرعي قصدي صدرت في 2007 في الوقت ده، وقمنا بالبحث في هذه الكتب إلى حد ما، يعني مش كلها طبعا، ولكن ما تناولته أنا كمحامي في هذه الدعوة، وقمت ببحث هذا الأمر بحثا مستفيضا، وجدت أن هناك اتفاق في كافة كتب الطب الشرعي من 1925 لحد 2007 قراءة زيد ما يزيد عن 70 سنة، 70 عام أو 70 عاما طبعا. في هذه الحالة أثبت في هذه الكتب بأن الإصابة التي تحدث في عظمة القعبرة إصابة يمكن معالجتها بأعمال التدليك والعلاج الطبيعي وتشفى ويمكن الشفاء منها. والأهم بقى، النقطة الأهم في ذلك، أنه لا يمكن إثبات عمر الكسر بعد مرور 6 أشهر من الإصابة. والمجني عليها احنا قلنا لما تم عرضها على الطبيب الشرعي تم عرضها عليه بعد 6 شهور، في الإصابة كان حوالي 7 أو 8 شهور في هذا التوقيت. فلما وجدنا ان مبادئ الطب الشرعي قاطبة تؤكد بأنه لا يمكن إثبات عمر الكسر بعد مضي 6 أشهر من حدوث الكسر، حدوث الوقع، فإنه بذلك إذا ما أتى الطبيب الشرعي ليقرر بأن عمر الكسر هو متعاصر مع حدوث هذه الواقعة، فأن هذا التقرير قد خالف الأصول الفنية المتفق عليها، وبالتالي أصبح هذا التقرير قد أصابه العوار والبطلان، ومن هنا يحق للمحكمة للدفاع أن يثبت ذلك وأن يدلل على هذا الدفع بشتى وسائل دفعه، وأن يظهره لمحكمته، وأنه حق هنا على المحكمة أن تطرح هذا الدليل جاربا ولا يمكن أن تعول عليه. وفعلا في هذه الدعوة طرحت المحكمة تقرير الطبيب الشرعي جانبا ولم تعول عليه، وكان بالطبع دفاع قد أتى أكله وأتى ثماره. وأنا هترككم طبعا لتسمعوا هذا الجزء من المرافعة، هو حوالي 6 دقائق، ولكن متعلق فقط بما تناولناه بخصوص الطبيب الشرعي، تقرير الطب الشرعي، فهترككم إن شاء الله لتسمعوا بإذن الله تعالى عشان تروا ماذا كان الدفع وأساسه أيضا. ذلك كانت بالنسبة لنا الطامة الكبرى فيما ورد تقرير الطب الشرعي الذي قد أحال لما ورد بالتقرير المبدئي المصطنع من مستشفى القناطر الخيرية، والذي قدمنا بحوافظ المستندات ما يؤكد ذلك، لأن خالف السيد الطبيب الشرعي والذي كنا نصر على مناقشته، ولكن المحكمة هي الأعلى فيما قررت. قرر بمخالفة الأصول الفنية المتبعة، وقدمنا لعدالتكم ما يوضح به الدفاع مأخذه، لأن هناك أول كتاب للطب الشرعي سنة 1925، وهناك موسوعة في الطب الشرعي في العام 2007، وبينهما قرابة 70 عام، تؤكد بالنسبة للحالة المعروضة علينا في هذه الواقعة بأن الكسر أسفل عظمة القعبرة، وهي هذه العظمة البارزة عند الرز. الكسر أسفل عظمة القعبرة لا يمكن باجتماع آراء الأطباء الشرعيين الذين ألفوا لنا الكتب وعربوها لكي نعلم منها، لأن هذه الإصابة لا يمكن أن ينكب عنها عاهة أبدا، وهذا ثابت فيما قدمنا، وأنه يزول بعد ذلك بالقيام بعملية التدليك أو العلاج الطبيعي. فإذا بالسيد الطبيب الشرعي يثبت أن هناك نسبة معها على غير المبادئ والأصول الفنية التي كان يجب عليه اتباعها، ثم بعد ذلك يقرر بعمر الكسر أيضا بعد عرض المجني عليها بأكثر من 6 أشهر، وأن المحضر كان 5/4/2012، فإذا هي تعرض عليه 11/2/2013، أي قرابة 10 شهور، ليقرر في النتيجة النهائية
بأن الكسر هذا أو الإصابة هذه جائزة الحدوث في وقت معاصر للواقع، مع أن مبادئ الطب الشرعي حينما بحثنا فيها وجدناها ثابتة باللفظ والقطع واليقين، لأنه يستحيل أن يثبت عمر الكسر بعد مرور 6 أشهر إلى الحال. إذا عرضت عليه الحالة بعد 6 أشهر لا يمكن بأي حال من الأحوال إثبات أن عمر الكسر على نحو ما أورى بأنه بتاريخ معاصر للواقعة حسب ما أثبت. إذا خالف السير الطبي الشرعي الأصول الفنية المفروض عليه اتباعها، فأصاب تقريره بالعوار والبطلان لمخالفته واقع الحال بالنسبة لما أثبت. وبالتالي أضحى الدليل الفني في الدعوة لا يمكن بأي حال من الأحوال التعويل عليه في إدانة المتهم الناس، بل إن مجرى التحريات ذاته الذي قام بعمل التحريات وهو المثبت لقائمة الثبوت شاهد الإثبات الثاني أثبت كذبه أيضاً حينما سئل من السيد وكيل النائب العام لماذا لم تفعل أمر الضبط والإحضار الصادر في حق المتهم ولم تقم بضبطه وإحضاره، فأجاب لنا بأن المتهم هرب حينما علم الضبط والإحضار الصادر له وهو خارج دائرة مركز القواطر الخيرية، وكان وقت التحريات الذي طلبتها النيابة العامة ومن تاريخ سؤاله بتحقيقات النيابة العامة الذي ادعى إجراء التحريات فيه حوالي 14 يوم، ثابت ذلك بالحافظة المقدمة تأييدا لهذا الدفع. أثبتنا أن المتهم بعمله بمعهد القناطر الخيرية الثانوي الأزهري يعمل به مدرس، وأثبتنا بأنه دائم الحضور في هذه الأيام لم يتخلف يوما، وقدمنا ذلك. فلو أنك جاد في التحري لعلمت أن الرجل أيضا يسكن في هذه المدينة ويعمل في هذه المدينة، لا أقول لك قم بضبطي وإحضاري من داخل عمله، ولكن انتظر له في خارج معهدي حتى يخرج أو يدخل فتقوم بالقبض عليه، والرجل كما هو ثابت يحضر في عمله طيلة 12 يوم تقوم أنت بإجراء التحريات فيه. إذن أصبحت الدعوة على هذا الحال بكل ما اجتمع فيها من أدلة لا يمكن أن تنهض بحكم بالإدانة على نحو ما ظهر لعدالة المحكمة، وأصبح الشك بل اليقين في براءة المتهم هو القدر المتيقن في حقه. ويحضرني هنا قول الله تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أحسن ما أختم به هذه المرافعة وأشكر العدالة بحسن الاستماع وصحة الصدر. شكرا لكم. أشكر لكم أيضا في نهاية هذه الحلقة، شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وألتقيكم على خير الله وبركاته معا لنستكمل ما بدأناه في هذه السلسلة من سلسلة الأدلة.